السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله وصلنا الفيديو رقم 11 من الشابتر ديال لامبو سيغ لو ريفوني الموديول الفيسكاليتي. شنو غنشوفو اليوم؟ إكسيرسيس رقم 2 على لامبو سيغ لو ريفوني بروفيسيونيل، الضريبة اللي خصنا نخلصوها على هاد المداخيل المهنية. اوكي، الفيديو رقم 9 درنا لابارتي تيوريك، شرحناه من ا تال زد شنو هو لو ريفوني بروفيسيونيل، شفنا انواع لي ريجيم الار ان ار الار ان اس البينيفيس فورفيتير والمقاول الذاتي اللي هي اوتو انتربرونور. اوكي، اليوم غنديرو اكسيرسيس رقم 2، غيكون شويه طويل على اكسيرسيس رقم 1. ملي تنقولو شويه طويل يعني فيه بزاف لي زوبيراسيون للمصلحه ديالنا حنا. اوكي سيدي، نبداو على بركه الله. عندي واحد لونتربريز اكس اي سي اون انتر سوسيتي اون نون كوليكتيف، دونك هادي في لو شون دابليكاسيون خاصها تخلص لامبو سيغ لو ريفوني، وبالضبط لو ريفوني بروفيسيونيل، وبالضبط اش من ريجيم على حسب لو شيفر دافير ديالها. اوكي، او كابيتال ديال 500000 درهم كونستيتوي اونتر، يعني كيتكون هي سوسيتي مجموعه من الاشخاص، شكون هما الشركاء الاساسيين ديالهم هما هادو. عندي مسيو احمد ديتونو 70% من راس المال ديال هاد لونتربريز، يعني هو اللي داخل بنسبه كبيره من هاد لونتربريز هادي دي بارتي سوسيال. لا فونكسيون ديالو هي انه جيرون فهاد لونتربريز، مزوج وعندو وليدات. اوكي سيدي، دونك هاد السيد مزوج هو الاب ديال هاد جوج الشركاء ديالو، سي بون، يعني هو مرشي لو بير وشريك مع وليداتو. الولد الاول ديالو هو مسيو كريم، عندو داخل ب 25% من الكابيتال ديال هاد لونتربريز، خدام في هاد لونتربريز. لا فونكسيون برينسيبال ديالو هي ريسبونسابل كوميرسيال، سي بون. هاد الولد هذا في عمرو 25 عام، سي بون، هادشي كولو تنهضرو عليه غادي نحتاجو ملي غنوصلو لي ديدكسيون سيغ امبو اللي تعلمناهم. اوكي اسيدي، عندو واحد البنت سميتها ايمان، داخلة غير ب 5%، ما خداماش في لونتربريز، مازال كتقرا اتيديونت. هاد البنت هادي في عمرها 21 عام، يعني احمد داخل ب 70% هو البرينسيبال اسوسي، داخل مع ولدو كريم غير ب 25% وداخل مع بنتو ايمان غير ب 5%. سي بون، كريم خدام في لونتربريز، ايمان مازال كتقرا. لا سوسيتي سبيسياليزي كتصنع ليا وكتبيع ليا دي برودوي بيروتيك، واخا او تيتخ ديال ليكسيرسيس 2016، يعني في الاخر ديال سنه 2016 داروا لو سي بي سي ديالهم، لقاو بان عندهم واحد الريزولتا بينيفيس، ريزولتا كونطابل 459650. اون في ملي نبغيو نحدو الريزولتا فيسكال، يعني غنتقلو من الريزولتا كونطابل ابري داك لو طابلو دو ريانتيغراسيون ديدكسيون باش نلقاو الريزولتا فيسكال ديالنا، لامبو دو ديال او تيتخ ديال ليكسيرسيس 2018، اون مي ا فوتر ديسبوزيسيون لي زانفورماسيون سويفون. باش نلقاو ديك لامبو اللي خاصنا نخلصوه في سنة 2018 بناء على طابلو دو ريانتيغراسيون اي ديدكسيون انطلاقا من الريزولتا فيسكال، كيعطينا معلومات. دونك هاد المعلومات اللي قال اون فاس معنا لي زانفورماسيون كومبليمونتير، عباره على شنو كيما تعودنا، هاد لونتربريز عندها دي برودوي ديالها، يعني فلوس مصادر الدخل ديالها، اون ميم طون عندها دي شارج ديالها. دونك باش ما ناخذوش الوقت ونشرحوا كل اوبيراسيون قبل ما نديروا لا كوريكسيون، سا دوموند دي طون، ليكسيرسيس راه طويل. شوف اتيست التليفون ديالك ولا كتب هادشي هذا في ورقه وسكريني عندك انت في التليفون كاع احسن باش ما تاخذلكش الوقت، سي بون. دونك ها هما لي برودوي، سكريني علي شارج، عندك واحد لوبيراسيون، جوج فيها بزاف لي زوبيراسيون، ثلاثه فيها بزاف لي زوبيراسيون، اربعه فيها بزاف ديال لي زوبيراسيون، خمسه فيها عاوتاني بزاف الانواع لي دوطاسيون، سته فيها بزاف الانواع ديال لي زانتيغري، اسمحوا لي ديال لي زانتيري، سبعة فيها بزاف ديال لي فري سكولاريتي لي دون كدا. يعني خاصك انت تهز التليفون ديالك حاول تسكريني هاد لي برودوي هاد لي شارج وتوكل على الله
وتجاوب على السؤال الاول ديتيرميني لو ريزولتا فيسكال دو لا سوسيتي يعني لا باز امبوزابل هي ريزولتا فيسكال كيف ما كنا كنخدموا في الشابتر ديال الياس سي بون موراها ملي تلقى ريزولتا فيسكال راك عارف انت المراحل اللي غتكون موراها كالكولي لو مونطون ديال لامبو وتي تخلي لهاد ليكسيرسيس 2016 ا كونديسيون كاع البيمون ديال لي شارج راهو كانوا بالشيك بونكير سي بون اوكي سيدي اوكي سيدي دونك قبل ما تشوكلو الله ندير لا كوريكسيون حاول دير بوز وتخدم ديجا راه شرحنا الياس شرحنا الغوفوني بروفيسيون هذا اكسيس رقم 2 جاود الناس سي بون حاجه وحده اللي نقدر نوصيك بها وان يعني ديما تجي على لو شيفر دافير باش تعرف اش من ريجيم واش لو شيفر دافير فيه 2 مليون ديال الدرهم دونك غادي نخدم باش بالريجيم ار ان ار ريزولتا نيت ريال سي بون علاش كنحكرو باش كنخدمو بالار ان ار لان الار ان ار هي الصعيبه ار ان ار هي الصعيبه نظام النتيجة الصافية بحالها بحال الياس الفرق الوحيد اللي كاين بيناتهم هو اي شارج عندها علاقة بالبرينسيب بالاسوسي كتغي انتيكرا فهمتي هاد الار ان اس راه سهل من الار ان ار جابوه باش يبسط لنا الار ان ار دونك الى عطاتك شي حاجة سهلة راه بحال ما استفدتي والو الى خدمتي الار ان ار راه ميراجيك الار ان اس غتكون سهلة سي بون ار ان اس شنو هو هو لو شيفر دافير ما بين مليون ديال الدرهم و 2 مليون ديال الدرهم سي بون دونك حنا عندنا لو شيفر دافير اكثر من 2 مليون ديال الدرهم دونك خدمو بار ان ار الفرق بيناتهم هو برينسيبال اسوسي بحالو بحال الار ان ار تنغي انتيغري و اي شارج عندها بالبرينسيبال اسوسي ملي غنشوف شي نوع من لي بروفيزيون بحال عندنا هنا في نوع لي بروفيزيون ها هما بحال هاد لي بروفيزيون دوتاسيون بروفيزيون دوتاسيون بروفيزيون يعني في ار ان ار تنخدم عقلي تنعرف القانون شنو تيقول في لي بروفيزيون ولكن ملي كنجي للار ان اس اي جمله بانت ليا فيها بروفيزيون ما تنبقاش نتفكر كاع القانون شنو تيقول في لي بروفيزيون كنغي انتيغري لو مونطون كامل الا عندي ديفيسيت اونتيغيور حتى هو لونتربريز ما كتستافدش منه سي بون دونك ما كنقصوش في لي ريزولتا فيسكال بروت باش كنردو النت يعني ما كنستافدش منه دونك حتى هو ني با ادمي دونك الار ان اس راه سهل من الار ان ار خدم معايا الار ان ار غيجي هادشي ساهل سي بون دونك تمنى درتي بوز سي بون نتوكل على الله اول حاجه هو عندي الريزولتا فيسكال ريزولتا كونطابل كيف ما تعودنا الى عندي ريزولتا كونطابل بينيفيس دونك كنحطها في جهه الري انتغراسيون سي بون الى عندي بيرت كنحطها في ديديكسيون اوكي سيدي لي برودوي عندنا فونت دي بيان اي سيرفيس برودوي هذا امبوزابل اللي هو شنو هو لو شيفر دافير سي بون سير اخويا معايا لو شيفر دافير غنلقاو بان 5,750,000 درهم دونك لو شيفر دافير امبوزابل ما كنديرو حتى شي حاجه لوكاسيون ديفير روسو هادي عباره عن واحد برودوي اكسسوار برودوي اكسسوار كيف ما تعودنا دابا راه وصلنا واحد لو نيفو اللي الحمد لله راه بدينا هادشي من الياس سي بون وكنا الغوفوني بروفيسيونيل بحالو بحال الياس برودوي اكسسوار حتى هو ما كنديرو حتى شي حاجه اوكي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون واحد لو برودوي اللي انا كان عندي على شكل واحد الماتيريال باتو ملي بعتو حققت واحد الربح منه هاد البرودوي نون كو جا على غفله يعني فلوس دخلت ليا على غفله اوكي امبوزابل ما كدير ليا حتى شي حاجه لي ديفيدوند راه صافي بالنسبه لنا دابا ولات ساهله غير نشوف ديفيدوند نعرف شنو اكزونيري يعني ما يعني كنحطها في الجهه ديال ديدكسيون سي بون لي زانتيري اللي عندي نرجعو للجمله كيفاش كاتبينها لنا تيقول لك لي زانتيري نت دان كونت بلوك يعني واحد الفلوس انا مبلوكيها في البنكه ربحت منها دي زانتيري سي بون ولكن عندي دي زانتيري نت القيمه ديالها 35,200 درهم يعني دي زانتيري نت تقطعات منهم واحد المبلغ ديال الضريبه عاد وصلني الفلوس ديال لي زانتيري والقانون شنو تيقول لك تيقول لك الا بغيتي نقبل لك هاد لي زانتيري خاصك ديكلاريهم بالبروت ملي غنلقى لي زانتيري هنا بروت غاد لو مونطون هذا ما غنديرو حتى شي حاجه سي بون ولكن حيت لقيناها بالنت حنا ديما كنبغيو نديرو شي حاجه صعيبه بامكاني ندير لكم بروت ما ندير لكم والو هنايا ولكن اكس بريدرتها النت باش تعرف كي غدير تيقول لك ايل ساجي d'une personne morale يعني هاد لونتربريز هي عباره واحد يعني ديجا هو اصلا خدا فلوس عن طريق لي زانتيري واحد بيرسون مورال واحد لونتربريز
La retenue à la source y est 20% non libératoire de l'impôt. Il y a une idée, je ne sais pas les intérêts, les intérêts de la banque. ماشي حاطهم في لابونك الفلوس ديالك اللي انت كنتي مبلوكيهم في لابونك ربحتي منهم دي زانتيري قبل ما يوصلوك لي زانتيري اللي عندك لجيبك تقتطع لك منهم 20% نو ليبيراتوار يعني تيقول لك واخا قطعنا لك لامبو عليهم 20% ورا نو ليبيراتوار ماشي ليبر ماشي حرين عاود ديكلاريهم المره الثانيه وفي الاخر ديال اللي غنات غادي نحيدوهم لك غنانيليهم لك هما اللي كنحيدوهم مع لي شارج فامي اللي بقيتي واقلين في اللي غنات كنحيدو لي شارج فامي وكنحيدو شي حاجه سميتها كريدي دامبو هاد الكريدي دامبو هي هادي 20% نون ليبيغاتوار سمحوا لي اللي بغي يتعرف ويحيد الشك ما بين ليبيغاتوار نون ليبيغاتوار راه درت فيديو خاص به العنوان ديالو نون ليبيغاتوار ليبيغاتوار سي بون عندي دي زانتيري دواف اتر ديكلاري بور لو مونطون بروت باش نقبلوهم لك فيسكالمون بما انك ذكرتيهم النت يعني راه هذيك 20% دو لوطو خاصنا نحيدوها سي بون غير ديكلاري غير انتيغري مورا غنحيدوها لك عاوتاني هادشي باش يقول لك نو ليبيغاتوار ما طيعش هاد الناس سي بون دونك شنو خاصنا نديرو غير انتيغراسيون لا روتوني على سورس ديك 20% اللي تقطعات ليا نعاود نديكلاريها نعاود نغي انتيغريها كي كونستيتي اون افونس سور لامبو هادشي باش تسمى كريدي دامبو ريكوبيري هادا افون لو بايمون دو سيلوي سي شنو كندير كنشد لو مونطون ديال طوطال دي زانتيري 35200 تنقسمها على 0.8 سي بون وكنضربها في 20% هاد 20% هادي هي ديك لو طو روتوني على لا سورس لي تقطع ليا قبل ما يوصلوني لي زانتيري ديالي صافي سي بون دونك لو مونطون دي زانتيري كنغي انتيغري اوكي سيدي عندي لي شارج نشوفو لي شارج اشون كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور واخا سيدي إلي كومبخين من ضمنها فلاشا اون جونفي شراو واحد اللوجيسيال ب 24000 درهم اورتاكس نورمالمون امورتيسابل اوتو ديال 25% كي غتعامل مع هاد القضيه هادي تيقول لك إل ساجي دون ايموبيليزاسيون اول حاجه اللوجيسيال هي واحد ايموبيليزاسيون فين كتسجل في لاكتيف وحنا الغرض ديالنا ديما تنقولو في لو طابلو دو ريانتيغراسيون et déduction اي حاجه عندها علاقه بلو سي بي سي لا دوري دو في ديال سي بي سي كل هي ان سولمون ان كي سالي العام كيجي سي بي سي واحد اخر دونك العام الاول تيموت كيجي العام الثاني عنده سي بي سي كيموت العام الثاني كيموت ليه سي بي سي ديالو كيجي العام الثالث كنديرو سي بي سي واحد اخر دونك حنا هاد الطابلو هادو عنده اي حاجه عندها علاقه بلو سي بي سي بما ان اللوجيسيال كاين فلاكتيف يعني كاين في لو بيلون دونك شنو لو مونطون ديالو خاصو يتغي انتيغرا في نهاية خاصو يتغي انتيغرا ما قابلين لكش عود الناس انت جيب لنا واحد لا شارج اللي عندها علاقه بالبيلون حنا تنقول لك جيب ليا لا شارج اللي نقبلوها لك عندها علاقه بلو سي بي سي دونك هاد لو مونطون هذا كيتغي انتيغرا كامل صف نقبلو لك لا دوطاسيون راه شرحت الفرق ما بين امورتيسمون le cumul d'amortissement ou la dotation. C'est bon, je vais faire l'IS. Donc, l'incident que nous avons, c'est le montant de la dotation qui est en CPC. C'est bon. Donc, qui fait chaque cas, quand je te dis le montant, je vais faire le logiciel qui est en CPC fiscalement réintégré, quand je vais faire le taux d'amortissement, je vais faire la dotation qui est en CPC. C'est la même chose. سي بون اوكي سيدي عندي لي فري دو ريسبسيون نشوفو شنو تيقولو لنا هاد الناس ونرجع دون لي زوطخ شارج اكسترن دونك عندي دي شارج اكسترن فيكور نوطامون دي فري انكاجي لور دو لا ريسبسيون يعني دي فري خسرناهم في لا ريسبسيون لي فري دو ريسبسيون باقي نعقل عليهم فري دو ريسبسيون فري دو ميسيون فري دو ديبلاسمون كيفاش يكونوا باش نقبلوهم فيسكالمون خصهم يكونوا بالتي تي سي هادو هما الوحيدين اللي كيتقبلوا بالتي تي سي من غيرهم اي حاجه خاصها تكون على شكل ديفري اور تاكس سي بون الى عطاونا التي تي سي كنغي انتيغيو لو مونطون تي فيا
ولكن هاد الثلاثه هادو تنقبلوهم بلو موطون ديالهم تي تي سي. ولكن كنت كمل الجمله على ريسبسيون دوني باغ مسيو احمد اللي هو مول الشركه باش يدير لانيفيرسير ديال بنتو. الفلوس ديال الحفله ديال لانيفيرسير ديال بنتو خلصها من الفلوس ديال الشركه. تبغيها هادي لا ما تبغيهاش؟ اوطون كو انت فيسكاليست هاد لو مونطون 22340 غاتانيوليها ود الناس غاتغيانتيكغيه سي بون. سيغتان كليون لونتربريز اي ايتي كونفي يعني سكيل في بعض الكليان ديال هاد الشركه هادي عيط لهم باش يحضروا في المناسبه ديال لانيفيرسير ديال بنتو سي بون. دونك هاد الفلوس هادو كون كان لانيفيرسير مثلا كون كانت مثلا عندها علاقه بشي الشركه ولا شي حاجه نقبلوا هاد تي تي سي حيت لي فري دو ريسبسيون. ولكن حيت هاد الفلوس خسرتيها ما عندهاش علاقه بالنشاط التجاري ديال لونتربريز وانا رفضوها لك ود الناس. باغي دير لانيفيرسير ديال بنتك وخلصها من جيبك ما تخلصهاش من فلوس الشركه. دونك هاد لو موضوع هذا ما نعقلوش عليه خاصو شنو خاصو يتغيانتيك هو هذا كامل سي بون. هي سيت شارج اونغاجي اون دهور خارج النشاط ديال ليكسبلوطاسيون ديال لونتربريز. اوكي سيدي نشوفو دابا لوبيراسيون الثانيه. قال لك اشا كادو بيبليسيتير يعني كون كانت اشا كادو نون بيبليسيتير راه صافي هذيك ما نعقلوش عليها سي بون. دونك غاتانيولا كامله حيت نون بيبليسيتير. ولكن دابا لقينا كادو بيبليسيتير نشوفو القانون شنو كان لينا في الكادو بيبليسيتير يعني ما خاصش تكون فايته 100 درهم تي تي سي في الكادو. فاهمين ياك باقي عاقلين؟ عندي 100 ارتيكل 100 حبه على شكل كادو ديستريبيي على كليونتين واحد تقامت عليه 21000 درهم و500. دونك ديك 21500 شوف معايا لو كو يونيتير دي تي سي كبر من 100 درهم نحسبوها 21500 قسمها على 100 درهم غتجيك 215 درهم للحبة وحدة للكادو باش شراها. القانون قال لك ما تفوتش 100 درهم تي تي سي. انت فتي 200 فتي 100 درهم تي تي سي تقامت عليك 215 درهم دونك انيول لو مونطون كامل ديال لي كادو بيبليسيتير سي بون. اوكي سيدي عندي دابا عاوتاني عندنا واحد لا شارج على شكل كوتيزاسيون بريم انيول داسيرونس دو في contracté par la société au profit d'elle-même, ولكن sur la tête du gérant. يعني أي حاجة هاد لاسيرونس اللي كان كيتكوتيزيها على لاسيرونس دو في ديال الجيرون برانسيبال اسوسي. بما أنها عندها علاقة بالبرانسيبال اسوسي دونك هاد لو مونطون ديال بريم داسيرونس دو في شنو خاصو يتغيانتيكا غادي نرفضو سي بون. في النهاية اسمحوا لي الشراء كيدوخ بزاف لي زوبيراسيون هي هادي 6750 سي بون. دونك غادي نشوفو لوبيراسيون ثلاثة نمشي لواحد لو بوست في لو سي بي سي لو بوست امبو اي تاكس كومبرون. اول حاجة عندي تاكس بروفيسيونيل هادي مقبولة فيسكالمون كيف ما تعودنا فين ما نشوف لا تاكس بروفيسيونيل و بيان كوتيزاسيون مينيمال تنقبلوهم فيسكالمون سي بون. دونك لا تاكس بروفيسيونيل مقبولة فيسكالمون ما نديرو حتى شي حاجة. عندي واحد الماجوراسيون بور بايمون تارديف تعطلنا باش نخلصو لو مونطون ديال الضريبه ديال شهر 6 القيمه ديال البيناليتي المخالفه اللي جاتنا على شهر قال عندنا قيمه كشارج القيمه ديالها 675 درهم. دونك هاد لو مونطون هذا ما نقبلوهلكش فيسكالمون حيت نورمالمون كنتي خاص تخلصها باغ اكزومبل في شهر 6 وتعطلتي. بما انك تعطلتي خاصنا نعاقبوك باش لا بروشين فوا تخلص الضريبه في الوقيته ديالها. بما انك تعطلتي دونك هادي واحد البيناليتي باش تعاقبك ما نقبلوهاكش كوم شارج دونك نو ديديكتيبل غي انتغريوها. كوتيزاسيون مينيمال ديال ليير ديال ليكسيرسيس بريسيدون اللي فات هاد الكوتيزاسيون مينيمال بالنسبه للحاله ديال ليير كنعتبروها كيف ما تعلمنا كوم افونس. وحنا لافونس فين تيكون تيكون في لو بيلون وحنا اي حاجه عندها علاقه بالبيلو ما تنقبلوهاش فيسكالمون تنقبلو اي حاجه عندها علاقه غير باللو سي بي سي سي بون. دونك هذه مقبوله فيسكالمون هذه ما قبلناهاش وهذه ما قبلناهاش. دونك فينا هي يا سيدي ها هي تاكس بروفيسيونال قبلناها فيسكالمون
بيناليتي ما قبلناهاش، عندك الكوتيزاسيون ديال اللي هي عبارة على شنو؟ على واحد لافونس. سي بون لافونس كاين في البيلون دونك ما غنقبلوش، بما انك في البيلون ما عندنا ما نديرو بك، حنا بغينا غير لو سي بي سي. سي بون عندي السالير انويال دو مسيو احمد اللي هو البرينسيبال اسوسي، شنو تعودنا في ليير ما نقبلوش فيسكالمون. اي حاجه عندها علاقه بالبرينسيبال اسوسي ما مقبولاش. هاد لا شارج عباره واحد الخلصه، ولكن راه غتدخل لك انت هو مولشي الضريبه اصلا ديال هاد لونتربريز كتجيب سميتك انت، فما بالك السالير ديالك. السالير حيدتيه كوم شارج ولكن راك عاود خشيتيه في جيبك، راه انت ديال كلشي سي برينسيبال اسوسي، ما نقبلولكش هاد الفلوس كوم شارج. سي بون السالير انويال ديال ولدو اللي هو اسوسي ب 25% كيدير واحد لو طرافاي افكتيف حقيقي في لونتربريز، دونك هاد لا شارج هادي نقبلوها. سي بون هاد لا شارج هادي نقبلوها. لو سالير دو مسيو كريم نقبلوه فيسكالمون. السالير انويال ديال بنتو ولكن حيت هي ايتيديونت ما عندها حتى شي فونكسيون كيف ما تعلمنا في الياس، ما عندها حتى شي فونكسيون في لونتربريز، دونك هاد لا شارج هادي ما نقبلوهاش عند الناس. سي بون نمشيو دونك فين كنا؟ هما هادو لي شارج دو بيرسونيل فيكور. الخلصة ديال البرينسيبال ما قبلناهاش، ولدو حيت غير اسوسي ب 25% كيتخلص 175 درهم العام، 175 الف درهم العام. هاد المعلومة راه غتنفعكم في لي شارج فامي باش ما تغلطش. صالير انويال ديال البنتو حيت ما خداماش غير ايتيديون، وانت كتخلصها من جيبك ما تخلص من الشركة، دونك ما نقبلوهالكش عود الناس. سي بون اوكي سيدي. عندي دابا عندي لي دوطاسيون، واحد لامورتيسمون اون امورتيسمون دي فيكول، واحد لا دوطاسيون دو امورتيسمون ديال فيكول اوتيليتير، يعني تشرات واحد الطوموبيل القيمه ديالها 240000 درهم، تشرات في جويليه في شهر 7 2016، شهر 7 2016، وحنا قلنا في الاخر ديال 2016 غنديكلاري ولا امبو ديال هاد الشركه هادي. دونك لامورتيسمون كتبدا من شهر 7، يعني من شهر 7 حتى لافان، من شهر 7 2016 حتى الاخر ديال 2016، دونك عندي 6 شهور ديال لامورتيسمون، 6 شهور ديال لي دوطاسيون. سي بون كالكولي كوم سويت. كيفاش حسبها؟ هو شد 240000 درهم، سي بون 240000 درهم عاديه، ضربها في لو طوب دامورتيسمون، عطاتو لا دوطاسيون اللي خاصو يحيدها كوم شارج 48000 درهم، ولكن هادي نورمالمون العام كامل. السيد خداها حتى شهر 7، يعني استفد من لا دوطاسيون غير 6 شهور. دونك بما انك استفدتي منها 6 شهور قسمها على جوج، لا دوطاسيون اللي عندك الحق انك تنقصها كوم شارج هي 24000 درهم. علاش اخويا انت مديكلاري العام كامل؟ ديكلاري غير سيمبل من شهر 7 حتى لشهر 12. سي بون فهمتيها؟ دونك فينا هي سيدي دوطاسيون؟ ها هي سيمو. سي بون سيدي دوطاسيون اللي مقيد انت 48000 درهم. قال لا شريف 48000 درهم العام اسمح لي، دونك اللي خاصك تحيد هي فقط 20، هي فقط 24000 درهم. سي بون كيف ما تعودنا. دونك هذه تقسمها على جوج كيف ما اسمحوا لي، راني هذيك راه داكشي اللي صرحنا قبيله نعطيو 20%، 48000 درهم غتقسمها على جوج حيت سيمو، تقسمها على جوج غتعطيك 24000 درهم. عندي دابا اون دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال واحد لي كريونس. سي بون لحد الان كلشي زوين. دار ليا لا بريسيزيون ديالها، حدد ليا اش من نوع لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كريونس. اوكي متفق معاك. عاد زاد كمل ليا قال ليا دو مسيو عالمي لانديفيدواليزاسيون. سي بون دونك حدد ليا اش من كليان شنو سميتو، سميتو عالمي، دونك لحد الان كلشي قابلي. دونك حتى لو مونطون دو لا بروفيزيون نقبلوه لك فيسكالمون 31500. سي بون هي علاش؟ حيت عنده مشكل في سيسيون دو بيمون، يعني السي كيشرح ليا. سي بون اون اكسيون اون جوستيس في المحكمة اي بريفو كورون 2017، يعني عندي واحد المعطيات كاملين على هاد البروفيزيون. بما انك انت وضحتي ليا دونك نقبلوها لك فيسكالمون. سي بون لا كوريكسيون ديالها فينا هي؟ هي هادي دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لا كريونس، دونك قبلناها لك فيسكالمون.
سيبو عندي عاوتاني فين يرجعوا ليكسيرسيس اون دوتاسيون او بروفيزون لاحتي باش تخدموا الار ان ار شي كون خدمنا الار ان اس غير تبان لك هذا الشيء هذا كامل وغي انتيغري شي حاجه فيها بروفيزيون ما عندك ما دير بها لا حنا بغينا نشرحوا بغينا نتعمقوا بغينا نزيدوا مازال نتعلموا هادشي باش كنخدموا الار ان ار الا خدمتي الار ان ار ار ان اس ساهل سي بون اون دوتاسيون او بروفيزيون بور غارونتي اكوردي او كليون ولكن ما محدد ليا شكون هو ما محدد ليا اش من نوع ما محدد ليا علاش بما انك انت ما طولتيش معايا في الجمله وما شرحتيش ليا مزيان دونك انا ما نعقلش عليك هاد لاشارج نحيدها لك نون ديتيكتيبل سي بون فينا هي سيدي ها هي نون ديتيكتيبل غي انتغري لو مونطون كامل اوكي سيدي عندي واحد دوتاسيون او زامورتيسمون ديال واحد الماتيريال فيزون لوبجي ديال كونترا دو باي تيقول لك بور كو لونتربريز بويس امورتير واحد لاكتيف هذاك لاكتيف اللي نورمالمون انت دخلتي في لونتربريز خاصك تكون شريتيه ماشي ديال الكونترا دو باي شنو هي كونترا دو باي هي انك بحال نقولوا درتي واحد الكونترا ديال لوكاسيون افيك لوبسيون داجا يعني يعني عندك واحد واحد مثلا واحد الماتيريال في لاكتيف ديالك غير كتكريه كل شهر وكتعطي واحد لو مونطون كيتسمى غودوفونس ولكن اكونديسيون في الاخر عندك واحد لوبسيون عندك واحد لو شوا انك ممكن تشري داك الماتيريال في الاخر ديال الكونترا ديال لوكاسيون بواحد لو مونطون قليل انت باقي ما شريتيهش انت غير لوكاسيون غير دو غودوفونس غير كريدي باي سي بون بور كو لونتربريز بويس امورتير سون اكتيف اي دوا اتر انسكري او بيلون Donc, oui, le matériel fait l'objet d'une simple location. Donc, à la location, elle dit, reflux de location. Donc, elle est réintégrée. Le montant de 15 000 dirhams est réintégré. Une dotation aux amortissements d'un matériel faisant l'objet d'un contre-travail. Donc, Aslan, je ne sais pas si je suis واش حاجه عندها علاقه بالبيلون ديجا كنتي شريتيها كتامورتيك على السنوات هادي غير كونترا دو باي هادي غير كونترا دو باي بحال واحد الفلوس ديال الكرا واش الفلوس ديال الكرا اللي انت خلصتيهم حتى هما غتامورتيسو مع الدوطاسيون لا ما نقبلوها لك شاود الناس فهمتي اوكي سيدي عندي اون دوطاسيون او بروفيزيون بور هوستي بري هاد السيد كيدير واحد البروفيزيون كيخبي فلوس كيتوقع بان ارتفاع الغلاء المعيشه واك سيدي ما شرحتي لنا ما والو 13000 درهم و200 سي بون هاد 13000 درهم و200 بما انك انت ما حددتيش لنا بحال الاولانيه وشرحتي لنا اش منها بروفيزيون ولمن بالضبط وعلاش دونك ما نقبلوها لك شوبد الناس غير انت غير 13000 درهم و200 سي بون عندي دي زانتيغي بونكار Les intérêts et les ajouts bancaires constituent les charges déductibles sans condition. C'est normal, c'est fiscalement. Tu as des intérêts, flous, c'est la banque. C'est les ajouts bancaires, les masarif qui sont avec la banque. La commission. Donc, ce sont des charges qui sont موثوقين مقبولين فيسكالمون دونك ما نديرو لهم حتى شي حاجه سي بون ديزانتيغي سور لو كونت داسوسي دو مسيو احمد شوف معايا تيقول لك il s'agit d'un compte du principal associé toutes les charges versées à ce dernier ne sont pas acceptées en déduction شنو هو لو كونت داسوسي يعني هاد السيد اللي هو احمد سلف لونتربريز ديالو واحد المبلغ ديال الفلوس نشوفوها كيفاش قالوها لنا ونشرحوها وفينا هي هذه ايه لي زانتيري سور لو كونت داسوسي دو مسيو احمد كريديتور يعني هو اللي مسلف لونتربريز واخا في 2016 سلف لونتربريز ديالو واحد لو مونطون 250000 درهم وخدا خدا واحد المونطون لي زانتيري ب 8% يعني شد يعني هو سلف لونتربريز ديالو وغيربح معاها لي زانتيري حيت لو كونت كورون داسوسي كيف ما شرحنا بان واحد من الشركاء كيسلف لونتربريز واحد المبلغ ديال الفلوس مقابل لي زانتيري لونتربريز فعاود لي تمشي للبنكة وتسلف واحد لو مونطون ويعطيوها واحد لو مونطون لي زانتيري كبير كتسلف من بين من واحد من الشركاء ديالها من واحد الشركاء ديالها هو مسيو احمد هاد مسيو احمد راه سيت ان برينسيبال اسوسي يعني اي فلوس
خسرها وبين دخلها لا شارج كدا عندها علاقة برينسيبال اسوسي من قبلها كشاود الناس هادشي كلشي دابا غير تخربق سي بون علاش لان البرينسيبال اسوسي داخل معاها في هاد لوبيراسيون هادي دونك 250000 درهم في الضرب شيها في 8 يخرج لك المونطون لي زانتيري هو 2 مليون سي بون لي نورمالمون ديكلاري ولكن لوطو اوتوريزي لم إدارة مديرية الضرائب اللي ما خصوش يفوتو ما تفوتش ليا هو 2.53 انت استعملتي 8% باش تربح لي زانتيري القانون قال لك ما خصكش تفوت 2.53% سي بون دونك هذاك لو مونطون ديال فين هي اسمحوا لي فين وصلنا هذا لو مونطون ديال لي زانتيري ديال اللي خداه ويتغي انتغرا كامل ما غاديش نديرو بحال لو كونط اسوسي اللي درنا في ليكسيرسيس اللي فات خدينا غير لي زانتيري اللي قانونيين لا وبما انك هاد لي زانتيري عندهم علاقه بمسيو احمد البرينسيبال اسوسي والو توتال كامل يتحيد هاد المره هادي سي بون داكشي باش نقول لك خدم معايا كل اكسيرسيس كل فيديو كل حاجه كنلقاو الجديد سي بون سيدي عندي لي فري دو سكولاريتي ديال بنتو ايمان سيت شارج اي سون اوكولي افيك ليكسبلوطاسيون هاد السيد هذا خدا الفلوس ديال الكتوبه ديال القرايه ديال بنتو ايمان من حساب الشركه والله هذيك باغي تخلص الكتوبه ديال بنتك وخلصهم من جيبك اود الناس ما تخلصهمش من الفلوس ديال الشركه دونك ما نقبلوهالكش في سكام سي بون هاد السيد هذا عطى واحد لي دون عطى لي دون بلاتي نرجعو حنا ما نسبقوش الاحداث لو بوست اور تشارج نون كورون لي فري دو سكولاريتي حنا شرحناها سي بون ان دون يعني هاد لونتربريز هادي ماشي هو ماشي احمد ها هو احمد هنا دونك هاد البرينسيبال اسونسي ما دخلش في هاد لوبيراسيون دونك هاد لونتربريز هادي عطات واحد لو دون واحد الهيبه واحد التبرع اوكي لمن لوبيتال بيبليك من اجل المنفعه العامه كيف ما تعودنا في الياس قلنا مي كنعطيو لي دون المنفعه العامه اعطي اللي بغيتي ما كاينش اللي يتحاسب معاك نقبلوها لك فيسكال واخا الله يجعل تعطي 100 مليار اعطي اللي بغيتي ما كاينش اللي يقول لك لا ود الناس سي بون دونك ها هو عطى 14000 درهم هادي نقبلوها فيسكال وما نديرو لها حتى شي حاجه ولكن تقول لك ان دون عطى واحد التبرع ديال 12000 درهم لي زوفر سوسيال هادشي راه شرحناه في الياس وشرحناه حتى في الياخ سميت من بسميت البرينسيبال اسوسي وديجا غير نشوف البرينسيبال اسوسي بلا ما نفكر في ديك القانون ديال زوفر سوسيال ما خاص لو مونطون ديال لي دون يفوت جوج في الالف ديال لو شيف ديال الكابيتال لا وغير بانت ليا احمد برينسيبال اسوسي وانيولي ما نعقلوش عليك دونك لو مونطون يتغي انتيغرا سي بون خلينا شويه ديال الوقت ولكن على الاكسيرسيس طول مصلحتك هو الناس دونك باش ما نطولوش في الشرح بزاف شنو كان تعودنا لو مونطون دو ريانتيغراسيون ناقص كاع التوتال لي ديدكسيون غيخرج ليا واحد لو مونطون ديال 1,035,215 في الريانتيغراسيون ناقص 74,000 في الديدكسيون الريزولتا فيسكال بروت هي 961,215 باش ننتقلوا للبروت الريزولتا فيسكال نت كنحيدو شنو لي ديفيسيت اونتيريور حنا ما عندناش اصلا في هاد ليكسيرس لي ديفيسيت بما انك انت ما عندكش اود الناس لي ديفيسيت دونك ريزولتا فيسكال بروت هي ريزولتا فيسكال نت سي بون الفرق ما بين ار ان ار والار ان اس في ديفيسيت كيف ما شرحنا في ديفيسيت هو ان ار ان ار ممكن تستافد وتنقص الخساره ديال العام اللي فات لي ديفيسيت اونتيريور للمده ديالهم 4 سنين دونك حنا غنشرحو عاوتاني ديال 4 سنين فيهم لي ديفيسيت ديكسبلوطاسيون وبالنسبه لي ديفيسيت دامورتيسمون هادوك كيبقاو افي عندهم علاقه بالبيلون هادشي راه شرحناه سي بون هنا في الار ان اس ما عندكش الحق تستافد من لي بينيفيس من لي ديفيسيت اونتيريور ما عندكش الحق انك تستافد وتنقص لو مونطون الخساره العام اللي فات كيف ما عندكش الحق انك تستافد من لي بروفيزيون كتغي انتغرهم كاملين سي بون اوكي هذا الار ان اس بالنسبه للار ان ار عندنا غير فقط برينسيبال اسوسي هو اللي كنرفضوا ليه اي شارج ديالو ولكن الى عندنا ديفيسيت كنستافدوا منه بحال الياس سي بون دونك ريزولتا فيسكال نت هي 961,215 كتبقى اخر مرحله سهله
حسبنا الريزولتا في سكان نت مورا نحسبوا الكوتيزاسيون مينيمال. الكوتيزاسيون مينيمال شنو هي؟ لو شيفر دافير زائد لي برودوي اكسسوار برودوي فينونسي ونضرب فاش الى عندي سيفونسيون تي كنزيدها ما عنديش كنضرب في لو طون نورمال 0.5. هاد لي مونطون ملي جبناهم ها هما فين هي بلاتي اسمحوا لي ها هي 5,750,000 زدنا عليها برودوي اكسسوار زدنا عليها لي برودوي فينونسي لا اسمحوا لي دي ديفيدون زدنا عليها لي برودوي فينونسي 35,200 اور ديفيدون لي ديفيدون ما كنزيدوهمش. الى عندي شي جمله هنا فيها كم دخول ك برودوي ديال لي سيفونسيون روسو ندخلها في الكوتيزاسيون مينيمال. ما عندي سيفونسيون كندخل غير هادو صف لي ديفيدون وكنضرب في لو طو سي بون وكنضرب في لو طو دونك كيخرج ليا 30,656. هاد لو مونطون دو لا كوتيزاسيون مينيمال هو عباره فقط على واحد لافونس ما تنقارنوهاش بحال بحال الياس مع الياس تيوريك والكبير فيهم تناخدو لا كنعتبرو هاد لا كوتيزاسيون مينيمال في الياغ على شكل واحد لافونس تسبيق ديال الضريبه سي بون سيدي اوكي. هاد لو مونطون ديال التسبيق ديال الضريبه على شكل كوتيزاسيون مينيمال ما خاصوش يفوت حنا اش من عام كنخلصوا الضريبه ديال 2000 و فين هي اسمحوا لي ديال 2018 ما خاصوش يفوت شنو ما خاصوش يفوت لو ان 2 2019 يعني الماكسيموم ديالو لو 1 فيفري ديال لاني بروجي باش ندفعوا لافونس على شكل كوتيزاسيون مينيمال. لو مونطون الغوديك اللي غيبقى ليا في الضريبه ما خاصوش يفوت لو 1 افريل ديال 2019 سي بون الكماله ديال الضريبه اوكي سيدي. دونك عندي كوتيزاسيون مينيمال 30,656 غتجي المرحله ديال الياغ بغيت كنمشي نشوف لو مونطون ديال الريزولتا فيسكال نت اللي خرجت ليا 961,215 نشوفها اش من ترونش جات في الباريم ديال ليا سي بون غنلقى بان هاد لو مونطون جا في واحد لا ترونش ديال 38% لا ترونش الاخرانيه كنقصوا منها لا سوم اتيتويغ كيف ما تعودنا وتعلمنا سي بون تيخرج ليا واحد لو مونطون ديال ليا بروت 340,862 اوكي سيدي. هاد 340,862 هي عباره عليا بروت كاين واحد الحاجه سميتها ديدكسيون سيغ امبو. ديدكسيون سيغ امبو هي هما دوك لي شارج طفاني يعني كننقصوا واحد الحاجه من لو مونطون ديال لامبو ديال ليا بروت سي بون كننقصوا اما لي شارج طفاني اما الى عندك شي كريدي دامبو. عندي هنا لي شارج طفاني 360 في جوج يعني هاد السيد مزوج وعندو المصاريف ديال وليداتو. هنا لاحظ معايا ضربنا غير بجوج ديال الناس اللي كيتحمل ونشرحو علاش نشرحو علاش. عندو هاد السيد ماري يعني مزوج ابيغ عندو الولد الاول والولد الثاني نورمالمون راه مزوج يعني الزوجه كيتحمل النفقات ديالها زائد جوج وليدات يعني ثلاثه ديال الناس نورمالمون خاصها نضربو 360 درهم البلافوني للشخص الواحد بوندون لاني كامله في 3 بيرسون ولكن حنا ضربنا غير في جوج. علاش؟ حيت في لا كونديسيون اللي كنت شرحت راه درت فيديو خاص بالفرق ما بين الوكاسيون فاميليال ولي شارج فامي وعلاقتهم بلا سي ان اس اس درت فيديو بوحدي. دونك لي شارج فامي واحد الخصم ضريبي قلنا دونك هاد من بين الشروط ديال الخصم الضريبي لي شارج فامي قلنا الى عندك ولدك وما خاصوش يفوت لاج ديال 27 عام هاد الولد في عمرو 25 عام دونك لحد الان باقي كلشي زوين مقبول فيسكالمون ولكن المشكل اللي عنده هو انه خدام في واحد لونتربريز ريسبونسابل كوميرسيال وكيتخلص واحد الاجره فينا هما لي صالير ها هما لي صالير لي صالير ديال ولدو كريم 175,000 درهم للعام. قلنا باش نقدروا نقبلوا الفيسكالمون ونعتبره بانه شارج فامي الغوفوني انويال ديالو ما خاصوش يكون كيفوت 30,000 درهم في العام. بما انك انت في الخلصه ديال السيد كريم ولدو
فايته 30000 درهم في العام، دونك ديك الخصم الطالبي ما يستافدش منه، داك الشيء اعتبرناه انيولاه سي بون. دونك هاد السيد مزوج وعنده فقط الزوجه وبنته سي بون، يعني جوج الناس اللي عنده الحق يستافد على الخصم الطالبي، الاخر ولده خدام وكيتخلص اكثر من 30000 درهم، دونك ما ندخلوهش هنايا. داك الشيء باش درنا ضربنا غير بجوج، يعني الزوجه وبنته ايمان كيتحمل، اما ولده راه خدام وعنده الغوفوني انويل ديالو اكثر من 30000 درهم سي بون، زائد واحد الكريدي دامبو حتى هما نقصوه من اللي يغبغد. هاد الكريدي دامبو الا بقيتو عاقلين هما دوك لي زانتيري، لي زانتيري لي زانتيري نت دان كونت بلوكي. كيفاش كنا تعاملنا معاهم؟ ها هما سي بون، قلنا داك لامبو لي ديجا ديكلاريتيه دوزيام فوا نون ليبيغاتوار راه ديجا تتقطع لك عود الناس، وعاوتاني ديكلاريتيه دوزيام فوا، دونك كتقول لهم الله يهديكم انا ديكلاريتو في الاول بغيتي نعاوتاني نديكلاري وتقطع ليا لامبو جوج المرات، ليطا كتقول لك ماشي مشكل راه غير ديكلاري راه نون ليبيغاتوار غير ديكلاري لا دوزيام فوا، غتجي للمرحله اللي هاد لو مونطون لي ديكلاريتيه جوج المرات غادي نقصو لك عود الناس وتستافد منه كوم كريدي دامبو. فهمتيها؟ دونك 340000 درهم و 862 هو اللي يغبغد، نقص منا 360 فوا جوج زائد 8800، هاد الجوج هادو ديجا عبارة واحد الخصم ضريبي ولا كريدي دامبو نقصناه من اللي يغبغد، دونك اللي غنت هو 361000 و 340. اوكي دونك هذا هو اللي خاصني نخلصو لدار الطريبة، ولكن راك ديجا انت سبقتي منه واحد طريف على شكل امبو افونس تسبيق 30656، دونك كاين شد لو مونطون لي نورمالمون خاصني نخلص للضريبة نقص منو داك الفلوس اللي سبقتها، حيبقى ليا الغوليكا اللي خاصني نفيرسيها افون لو ان كات 2019. القيمة ديال الضريبة اللي بقات ليا خاصني نخلصها هي 300686. لاحظتي معايا علاش خدمنا الاغينير بزاف؟ هو اللي كيتحط الامتحانات اغينير ما كاينش مسهل منه سي بون. دونك غيبقى لينا فيديو غنديرو على اكسيرسيس ديال الغوفوني بروفيسيونيل بالنسبه للبينيفيس فورفيتار وبالنسبه لوطو اونتربرونور المقاول الذاتي. هاد جوج هاد لي ريجيم هادو ما كيتسموش نظام المحاسبه، هادو لو شيفر دافير فوا لو كوفيسيون، يعني اصلا ما كاين لا شد الاكسيرسيس عليهم راه ساهل، ولكن ماشي مشكل نحاولو نديرو اكسيرسيس ونخدموه ولكن واخا ساهل. اللي صعيب هو الاغينير بحالو بحال الياس سي بون. دونك كان معكم امين، اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.